وأنا في نيويورك لما وقفت أمينة ودود تصلي بالناس إماماً، وقفت، وحينها وقفت شرطة نيويورك تدعمها وتؤمن لها الحماية، كونه إنها هي تمارس حقاً مسلوباً للمرأة أن تكون المرأة إماماً وأن تصلي النساء في الصفوف الأولى، لأنه كما يتم الترويج في الإعلام يتم إقصاء المرأة إلى الخلف ومنع المرأة من أن تدلي بصوتها. وجاء الإعلام الغربي، ووقف الإعلام الغربي يصور هذا المشهد، وكنت أنا واقفة مع مجموعة من الأخوات الواقفات ضد أمينة ودود في خارج كنيسة منهاتن، لأنه هي رفضت كل المراكز الإسلامية والمساجد أن تعطيها الإذن بالصلاة في مساجد المسلمين في أمريكا. فأذكر أن مراسلة CNN جاءت إلينا وسألتنا لماذا تقفنا ضدها، هذه امرأة الآن تنادي بحقوقكم، تريد أن تجعلكم على المنابر وتريد أن تأخذ بكم إلى الصفوف الأولى في الصلاة. فقلت لها نحن متنازلين عن هذا الحق، نحن متنازلين كلية عن هذا الحق. فوقفت مستغربة وقالت سأغلق المايك وسأستمع لكم، يعني الآن ليس سؤالا صحفيا، لماذا أنتم تقفون هذا الموقف الشرس تجاهها كما رأت. قلت لها تعالي أعدد لك ماذا أعطانا الإسلام، نحن مجموعة من الأخوات الواقفات، نحن نساء متزوجات، لا ننفق إيجار البيت ولا نشتري ملابسنا، أزواجنا يشترون لنا، ولا ننفق على أنفسنا. وبدأت أعدد 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 لها وهي لا تكاد أن تصدق. فقلت لها وهذا الذي يمنعنا منه الإسلام يمنعنا عنه رعاية وعفة لنا حتى لا تكون أنت تري المشهد الآن كما هو بشع، يعني كان في الصلاة. فسألتنا، يعني كان هذا سؤال المراسلة، قالت يعني هل كل النساء لديكم بمستواكم، أم كأنها تظننا نحن من طبقة النبلاء؟ قلت لها كل نساء المجتمع العربي يعيشون بهذه الطريقة. فوالله لا أنسى عبارتها يوم قالت لي لو كان، لأنه شوفوا هو شيء يعني يكاد أن يكون خيالا بالنسبة إليهم، لو كان هذا الكلام حقيقيا فهذا مجتمع الملائكة.